حلو، اعطيني اسم. مين اللي تبغى؟ لا. ايه مين؟ طب حسن عجمي تفضل معي. اجيك معه. طلع 8 اشخاص. بندر، بندر انت كيف حالك حسن؟ ايش اخبارك؟ ايش حالك؟ ايه محمد. محمد وبندر شوي. كيف حالك؟ خير الله. ايش اخبارك؟ خير جاي. ابو سعد ما جاني. فتحت بث؟ ما لا. كيف تبي يجي؟ صح لازم افتح بث. شغل مخك. طب خليه يجي بدون ما افتح بث. يعني هي العلاقه علاقه اخويه، يعني هي علاقه مصال؟ لا اعوذ بالله. لا لا علاقه اخويه. طيب مشاكلك كثير يا حسن، مره مره كثير. مره ليش؟ صح. تسمع من اول مشكله لي مع ابو نايف. مع ابو نايف وتاشر على البيز يعني. إيه؟ صدقت ان ابو نايف عندي. إيه؟ ابو نايف قاعد يتعشى في بخمجان، ترى انا ما ادري شو اسمه ذا الخيمان. كان صدق انت ابو نايف ياشر على هذا؟ شكلك تراك الراي معنا. ها مشاكل واجد من ناحيه. ها طيب حسن، يعني انت اول واحد قام وتكلم وقال انا اعرف اسم البرايم وقمت ومتعود على البرايم وخبره واشوفك انت وين انت لابس طقمك كام. حسن ايش في داخلك؟ ايش في خاطرك؟ عرف هالضحكه دي حسن. عطني كلمه اخيره ممكن تقولها في النمونيه قبل ما تودينا عند ابو سعد اذا ربي اراد. اول شيء الحمد لله اولا واخرا، قدمت اللي علي ومقتنع باللي قدمته، وإن أخطينا جل من لا يخطي، والوعد إن شاء الله عقب البرنامج فالله توفيق بإذن الله. طيب أعطيني أغنية حزينة نتراقص على أحزانها. تسمع المن؟ ما لا لا أعطني حسن، أعطني شيء حزين كذا عشان أقول لك ارجع للقرية ممكن على نبرة هذه بسبب حزينة شيء حزين. تركي ذي قلت شيء تركي صح؟ إيه لأن أنا عندي أخوالي من تركيا. مو واضح من الوجه. عارف لأني أنا من طبعا. وش تبي أغني لك؟ الشيء التركي. تركي. أرمم صرمم بردها يا البرصان بلي الله چكما سجل جم صباها Aramam Bişimden geldin kaç kere Dünyayı yıktım bin kere Kırıldım sana bir kere Aramam. الغنية هذه غنيتها في بداية البرنامج. تمام؟ فأكثر أغنية وشي؟ حزنت أنا. انت اعلنت وامنت بنتيجتك. ايه. فانا احب الانسان انه دائما يعلم نفسه ويعي نفسه. اعلن نتيجتك. اعلن نتيجتي؟ لا. الكاميرا امامك. اعلن نتيجتك. انا عايد للقريه. بالحلم. وبالواقع. انا عايد للقريه. وفي الثنتين. انا ابراهيم. لا احنا نبغى الواقع ونبغى الحلم. الف مبروك رجوعك للقريه. يا المعجزة. ما مواجهك. أنا أعتذر من أبو نايف. استاذ الطين يا مصدق حبيبي، هذه قريتنا. قريتنا. بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم. لا أنت. الله يبارك فيكم. مبروك رجوعك يا حسن. الله يبارك فيك. شفتك يعني شوي متوتر، قلت ايش وضع الرجال؟ ليش ما هو بواثق؟ اكيد انه عشان كذا قلت اباك تعلن انك ترجع القريه وكفو سويتها. اعطوني الاسم اللي بعده. حسين يكبر. اجيب.